مساء الخير عليكم، كيف دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم جيت نشارك معكم واحد لا غلاس كنديرو دائما في الدار، اللي هو المكونات تاعو من كريم سائل، وعندي شوية ديال المكسرات الكركاع واللوز، وعندي كراميل. ندوز دابا نوريكم الطريقة كيفاش. من بعد ما بانيو درنا فيه الكريم ديالنا السائل كيف كتشوفوا، غادي ندوز نضربو حتى يطلع لينا كامل. من بعد يطلع البنات بالنسبة للصداع حتى يطلع لي الكريم ديالي، وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالو. من بعد ما ضربنا البنات ولا بهذا الشكل هذا كتشوفوا، كنديروا المكسرات ديالنا. بالنسبة للكراميل ماشي كل واحد، وفهمتي على حساب اللي كيبغيه يديرو، اللي ما كيبغيهش ما يديروش، ماشي مشكل. هذا انا دايراه غير في الدار. غنضربوا هاد المكسرات والكراميل مع الكريم ديالنا حتى ينسجم مع بعضياتو ويطلع ديك الساعة الكريم، وندوز نوريكم الطريقة من بعد النهائي. من بعد ما وجد لينا الكريم ديالنا كيف كتشوفوا، هي واحد النصيحه البنات، من تبغيو تخدموه ضروري يكون بارد الكريم ديالنا، ضروري يكون بارد، سواء هكا الكريم هكا يا سائل، اولا الكريم اللي كناخذوه بودره وكنديروه مع الحليب، الحليب يكون بارد قبل ما نخدموه. من بعد غادي نجيب المول ديالي صافي، وغنبقى نعمر هاد الليمون ديالي، سنعمرو كامل. من بعد ما سطحنا الكلاص ديالنا في المول كيف كتشوفوا، غنديرو شي ابره الكراميل اللي شاطلينا، نسخنوه شويه ونديروه في شي ابره، غير زواق وصافي ماشي هي. بالنسبه للكراميل اللي ما بغاش يدير الكراميل، ممكن مثلا يقطع شي حاجه من اللي فخوي ويديرها معاه، اولا مثلا يدير النكه ديال الفخاز ولا الرمان ولا اللوز ولا مع الكريم ويضربو، ونديرو هالبنات في الفريغو. هذا خاصو يبات ليله كامله، ليله كامله خاصو يبات في الفريغو ضروري عاد كيوجد. من بعد ندوز نوريكم الشكل النهائي ديالو. من بعد ما وجد لاكلاص ديالنا كيف كتشوفوا، صراحة كيجي غزال، كيجي زويون. بما ان الصيف مقبل، احنا ضروري كان لاكلاص ضروري في الدار، في اي دار مغربية ولا كيف ما بغات تكون، يعني ضروري كنستعملوا لي كلاص بزاف، مع الحال كيكون سخون شوية كيعجبنا شويه تبردو. صراحه كيجي زويون. نتمنى ان شاء الله الكلاص ديالي يعجبكم، وديروه لوليداتكم والعائله وليكم نتوما تبردوا فيه في هذا الصيف هذا. يلا البنات نخليكم، نهاركم مبروك، يلا ان شاء الله الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.